إذن أبدأ معك سيد دان، بشكل عام إلى أي مدى من المهم أن تكون هذه المناظرات أو يكون المرشحان مستعدان لهذه المناظرات في الوقت الحالي؟ حسنا، هذه المناظرة سيتابعها ملايين من الأمريكيون وكذلك ملايين من الأشخاص حول العالم، وأظن أن وجهة نظر الجميع ستتغير بما سيقوله المتناظران. هناك أمور كثيرة محل الاعتبار هنا، و أظن أن الناخبون يمكن أن يغيروا رأيهم من تجاه إحدى المرشحين، والأمر يتعلق بقدرة المرشحين على تغطية كل النقاط وإظهار ما لديهم من نقاط قوة وما يفتقده الطرف الآخر.